النادي الاهلي، عندنا مجموعه من الاخبار سريعا، عندنا رجال كره الماء في النادي الاهلي يواجه سبورتنج، يواجه فريق كره الماء بالنادي الاهلي رجال بقياده الكابتن وليد عزت مساء فريق سبورتنج اليوم في انطلاق بطوله الدوري العمومي للموسم الجاري. وتقام المباراه في الساعه 9:30 من مساء اليوم على حمام سباحه نادي الزهور بمدينه نصر. الحقيقه الووتر بولو او كره الماء كان الفتره اللي فاتت كان فيها مشاكل، السنه اللي فاتت فازت بالمركز الثاني وكان حصل مشكله على اللائحه، كان النادي الاهلي اولى بالمركز الاول، بالمركز الثاني اخذ المركز الثالث. ولكن هنا كابتن وليد كذا مره كان معانا على الهواء وقال ان الووتر بولو ماشيين بخطه ثابته نحو استرجاع بطوله الدوري اللي غابت فترات طويله. فطبعا في مباراه بكره مهمه مع سبورتنج، نتمنى كل التوفيق للووتر بولو. عندنا خبر كمال، سيدات طائره الاهلي يواجه المقاولون في الدوري، يواجه الفريق الاول لكره الطائره سيدات او زي ما بنقول عليهم فتيات الذهب بالنادي الاهلي بقياده الكابتن حمدي الصافي في الثامنه من مساء اليوم فريق المقاولون العرب في اطار منافسات الدور الاول من الدوري الممتاز. تقام المباراه في الساعه 8 على الصاله المغطاه بمقر النادي الاهلي بالجزيره. خلينا اقول ان الفريق الكره الطائره عندنا عنده اربع منافسات قويه هذا الموسم، بنتكلم في دوري وكاس، بطوله عربيه وبطوله افريقيه. البطوله الافريقيه هتكون في صاله النادي الاهلي ايضا، البطوله العربيه هتكون في صاله استاد القاهره في شهر 12 من 16/12 ل 23 على ما اتذكر. عندهم مجموعه من البطولات القويه، طبعا تم تدعيمهم كاترينا اللاعبه الكرواتيه الاوكرانيه انا اسف اللي تم انضمامها للفريق وكانت ضيفتنا في حلقه من الحلقات. كل التوفيق لكابتن حمدي الصافي وفتيات الذهب. خلينا نروح للخبر الثالث، شباب طائره الاهلي يتوج ببطوله القاهره. توج فريق النادي الاهلي للكره الطائره لشباب تحت 17 سنه بطلا لبطوله القاهره بعد فوزه على فريق بتروجيت بثلاثيه نظيفه في المباراه التي اقيمت بينهما بالصاله المغطاه بالنادي الاهلي بالجزيره. ويضم الجهاز الفني لطائرة الأهلي كابتن محمد مصلحي رئيس جهاز الكرة الطائرة، وممدوح فرج رئيس قطاع الناشئين، وممدوح إسماعيل مدرب الفريق، ورمضان عبد الحميد إداري الفريق. ألف ألف مبروك. الحقيقة أنا كنت موجود في الصالة في الفوز ده وكنت شفت احتفالات الشباب، حاجة تفرح الحقيقة. كل التوفيق طبعا للكرة الطائرة، طبعا رئيس الجهاز كابتن محمد مصلحي ميدو قايم بدور كبير جدا وعنده أيضا بطولات مهمة السنة دي، دوري وكاس، وعنده أيضا بطولة أفريقية. الحقيقة يعني مشوار طويل، نتمنى التوفيق للطائرة إن شاء الله رجال في مشوارها. عندنا خبر مهم، الانتخابات كانت بتجري وكان فريق يد الأهلي 2000 كانوا بيستعدوا للقاء نادي الزمالك بدوري المرتبط. الحقيقة أنا كنت في النادي يوم الأربعاء كان قبل الانتخابات وكنت شفت يعني كابتن يحيى يوسف المدير الفني في تدريبه ليله الماتش وشفت قد ايه هم كانوا بيستعدوا فيه جديه في التمرين. حتى سالته قلت له اخبار الفرقه ايه؟ قال لي والله انا عندي اصابات بس الرجاله قدها وقادرين ان شاء الله يتخطوا هذه العقبه. وفعلا صدق في كلامه، قال ان هنكسب وكسب النادي الاهلي الحقيقه. وحقق فريق كره اليد مواليد 2000 الفوز على نظيره الزمالك بنتيجه 26-23، الحقيقه نتيجه مرتاحه، سته فرق ثلاث اهداف بالرغم من الاصابات اللي عندك كابتن يحيى. الحقيقه انت يعني زي ما بيقولوا ايه، وفيت وصدقت، لان الحقيقه هو قال لي احنا هنقاتل وهنكسب ان شاء الله في اطار بطوله الدوري المرتبط في المباراه التي اقيمت على صاله الزمالك. وكمان خلي بالكم المباراه كانت في ملعب صاله نادي الزمالك، يعني المباراه كانت بره النادي الاهلي. وقدم لاعبو الاهلي عرضا قويا في مباراه غلب عليها الطابع الحماسي، واستطاع الاهلي التغلب على الزمالك باداء مميز للغايه. وواصل المارد الاحمر تصدر جدول مسابقه الدوري ويقود الفريق الكابتن يحيى يوسف مديرا فنيا. ازيك كابتن يحيى معانا على الهاتف؟ كابتن هيثم ازيك؟ كابتن هيثم مساء الخير. الف مبروك الفوز ده، كان بيني وبينك لقاء ليله المباراه وكنت قلقان من الاصابات. انا كنت قلقان من الاصابات، انت قلت لي لا ان شاء الله الرجاله قدها. الف مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك كابتن هيثم، ومبروك للنادي الاهلي ومبروك للفريق. والماتش كان صعب الصراحه، وسط كمان صاله نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك واعضاء مجلس اداره نادي الزمالك كمان، فالحمد لله. وطبعا بشكر اللعيبه واكيد وش بيبو وش حلو على الفريق. طب قول لي يا كابتن يحيى، يعني انت يعني موقفك ايه في الدوري؟ هل انت دلوقتي يعني متصدر، عندك مباريات قويه؟ يعني طمنا على دوري المرتبط بالاخص. انا دلوقتي بكلمك من اتوبيس وفي اتجاه لمدينه اسيوط، عندي اخر ماتش في الدور الاولاني. الحمد لله لعبنا 12 مباراه حتى الان، كسبنا كلهم ما عدا مباراه واحده مع نادي هليوبلس الحمد لله.
الحمد لله مستقرين الدوري بفارق 3 نقط عن فرق ابطال الدوري الموسم اللي فات واللي قبله على نادي الشمس ونادي الجيش، والحمد لله فزنا عليهم السنه دي في ملعب الجيش، فزنا عليه والشمس عندنا فزنا عليه الحمد لله، واحنا الحمد لله متصدرين الدوري حتى الان، وعندنا بكره ان شاء الله الساعه 2 مباراه مع بذور اسيوط، دي هتكون اخر مباراه في الدور الثاني في الدور الاولاني. انت بتلعب في الدور الاولاني 13 مباراه صح يا كابتن يحيى؟ يعني بتلعب في الدور الواحد 13 مباراه. الحمد لله. طيب يعني بتهيالي احنا كده انت يعني مقدم هديه كبيره للفريق الاول، عشان يعني بالنتائج دي بتهيالي انت كده مجمع نقط كويسه هتساعد الفريق الاول في الحصول على بطوله المرتبط، صحيح ولا لا؟ ان شاء الله الحمد لله احنا لغايه دلوقتي واخدين اول مع 98 برضه مع الدرجه الاولى، فبالنسبه للدرع العام الحمد لله كنادي اهلي فارقين على نادي الجيش والنادي الزمالك بفرق الحمد لله يريحنا في بطولة الدرع العام الحمد لله. طب الحمد لله احنا لعبنا 13 مباراة، 12 مباراة فزنا 11 مباراة وتعادلنا مباراة واحدة، وربنا يكرم ان شاء الله في الدور الثاني. طب سلامنا بقى لاهلنا في اسيوط، يعني انت رايح الصعيد فيعني ما تنساش القصب هناك بقى دلوقتي الموسم بتاعك يا كابتن يحيى. ربنا يخليك يا كابتن هيثم، واحنا الحمد لله زي بنوعدك دايما، وانا كنت قابلتك من خمس الاربع اللي فات قبل المباراه وقلت لك ان شاء الله احنا نتحدى الظروف والاصابات اللي عندنا وربنا يكرمنا ان شاء الله ونفوز على الزمالك في وسط ملعبه وسط جمهوره، ده فضل عند ربنا الحمد لله ومجهود اللعيبه. الف الف مبروك كابتن يحيى يوسف المدير الفني للفريق المرتبط 2000، شكرا جزيلا، والف الف مبروك الفوز على النادي الزمالك في ملعب نادي الزمالك ب 100 عقبه. طيب اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل سريع وهرجع بعد الفاصل عشان نستقبل ضيفنا الكابتن احمد حسني لاعب الفريق الاول للسكواش بالنادي الاهلي عشان نعرف اخبار السكواش.